يعني اللي حصل فعلا انه سالوا الناس، قالوا لهم ايه اكتر الحاجات تجلب لك السعاده، فكانوا متوقعين او مفترضين فرض علمي انه الناس هتقول انه الفلوس، الثروه، الويلث. لقوا الناس بتقول الصحه، الحياه الزوجيه، الاطفال، الحب. الحب طبعا انا بتكلم عن الحب، يعني بتكلم عن الحب، الحب الكبير مش الحب الصغير اللي انت تقصده. الحب ده يعني انا بحب شغلي، انا بحب بلدي، بحب الخير، بحب حاجات راقية جدا عن الحب اللي انتوا تقصدوه. فالحب حاجة مهمة، وانا مش عايزة حد يتكسف من كلمة حب، لان اول ما نتكلم عن الحب الناس يعني يا تضحك يا تعمل. لا يا جماعة، الحب ده شيء رائع، وبدون الحب ما كنتش انا هاجدكم المحاضرة دي. طيب، اللي ايضا اضافوا انه الصحة النفسية هي القدرة على التفكير بشكل منطقي، واعتقد ان الكلام ده يتسق مع رجل الشارع العادي، لان رجل الشارع العادي بيحكم على الصحة النفسية انه شخص متزن. اما اقول متزن يعني ايه؟ يعني تفكيره عقلاني منطقي. فايضا ده احد التعريفات العلمية ان الشخص يبقى متزن، لان الشخص اللي عنده اضطرابات نفسية بيبقى تفكيره بيتلخبط، تفكيره مبقاش مظبوط. فلازم نربط ما بين الجانب العقلي والجانب الوجداني والجانب السلوكي، الثلاثه بيشتغلوا مع بعض في حاجات كتير جدا. ايضا اللي اضافه بقى سبيلبلجر الحقيقه هو فكره الكوبنج، ودي فكره جديده، فكره انه هاو تو كوب، ان انا احكم على الصحه النفسيه من الاشخاص اللي بيقدروا يواجهوا المشكله. في ناس بتعيط اول ما تلاقي مشكله كده، يو يعني على طول، يا بقابلهم كتير قوي في حياتي، منهم صغار ومنهم كبار ومنهم عن اول ما تظهر مشكله، من قبل لسه يعني مشكله ما ظهرتش قوي. يعني الناس الاوبتيمستيك بيتعاملوا وبيبقى عندهم اليات للديلينج مع، يعني اقدر اعمل ديلينج للمشكلات اللي بتواجهني في حياتي، واقدر اعمل مينيمايزيشن واغير في جدولي واغير في فلوسي قلت فهظبط ميزانيتي، هستغنى عن حاجات وهجيب حاجات. اذا كل حاجه في الدنيا ليها حل. ودايما اقول للناس يعني اصحابي، احنا مش في الجنه، احنا زي الخواجات ما بيقولوا this is life. الحياة فيها صراع وفيها مشكلات وفيها معضلات، لو كل واحد فينا عيط وانهار يبقى المجتمع ده هيقع. المجتمع القوي والمجتمع الذي يتمتع بصحة، عرفتوا بقى احنا مهتمين بايه؟ مهتمين يبقى عندنا صحة جسمية كويسة، يبقى عندنا تعليم كويس، وعندنا صحة نفسية كويسة. لان بدون الصحة النفسية كويسة دي مش هنقدر نشتغل كويس. فالافراد الاصحاء بيستطيعوا انهم ينتقلوا من وضع لوضع، ما بينزعجوش قوي. وانا هضرب لك مثال بسيط جدا، قعدناكم في قاعه والقاعه ضيقه عليكم ومش مظبوطين، في كام طالب واقف، المره الجايه ندور على مكان اوسع، لكن النهارده ناخد المحاضره ما نضيعش المحاضره. في اتنين تلاته هيقفوا ومش مشكله يعني، لكن ما ضيعش المحاضره، والمره الجايه ندور نشوف هنقدر نقعد ايه. قاعدين في مكتب ضيق نقول المره الجايه لكن مش بقى نزعل ونكتئب، الموضوع ما يستحقش يعني. الافراد الاصحاء بيستطيعوا كمان تحمل المسؤوليات. دايما الناس اللي ما عندهاش صحه نفسيه ما عندهاش قدره على تحمل المسؤوليات، دايما يدوروا على، وانا يعني ليه يعني في مقوله كده اسمها الكائنات الطفيليه، في كائنات تعيش على كائنات، حد تاني يعمل لهم حاجه، يعني طول الوقت بيعتمدوا على حد تاني، ده كائن طفيلي. اما الكائن اللي بيعتمد على نفسه اللي صحيح ممكن يطلب مساعده، ما امر مفروغ منه، لكن هو بيعتمد على نفسه في انهاء متطلباته ومسؤولياته في الحياه. طيب الناس اللي النوع ده بيعمل انجاز وبيعمل معنى للحياه. هو معنى الحياه دي هنتكلم عليها ان شاء الله لما نتكلم عن نظريه فرانكل، لانه الحياه لها معنى، والاشخاص الاصحاء اللي عندهم صحه نفسيه هم الذين لديهم معنى في الحياه، في معنى. الصحه النفسيه حاله وسطيه. ليه بنقول حاله وسطيه؟ لاني انا ما اقدرش اقول انها حاله ماكسيمم، لانه مفيش حد، مفيش حاجه مضايقاه يعني، this is life يعني. فمساله ان انا ابقى يعني ما فيش ولا حاجة مزعلاني، استحالة. ما كانش يبقى فيه ثورات، ما كانش يبقى فيه مناضلين، ما كانش يبقى فيه رسل، ما كانش فيه مصلحين اجتماعيين. دائما الحياة فيها حاجة مش عجبانة. فلما بنتكلم عن الصحة النفسية بنقول إنها حالة وسطية.
الرضا يمثل جزء كبير منها، بس زي ما قلت لكم من فضلكم خدوا بالكم من موضوع الرضا، وانا احكي لكم حكايه صغيره جدا جدا تقول لكم معنى الرضا. في يعني من حوالي 10 سنين او 15 سنه كنت بقيم او بدور على ايه الاسباب اللي بتخلي المصانع العمال بيشتغلوا شويه ويمشوا، وكان بحث ضخم جدا، فكان لازم اقابل اصحاب المصانع وكان لازم اقابل العمال. فلما قعدت مع صاحب مصنع فبقول له تفتكر ليه العمال بيسيبوا المصنع وما بيشتغلوش؟ فقال لي عشان ما عندهمش رضا. قلت له يعني ايه ما عندهمش رضا؟ قال لي مش راضيين، بدل ما يقول لي اصل المرتبات قليله. ما قلت له يعني ايه ما عندهمش رضا؟ قلت له انت نفسك لما كنت شاب صغير ما كانش عندك رضا، والا لو كان عندك رضا كنت رحت اشتغلت موظف حكومه، لكن انت سبت كل ده وهطرت وعملت مصنع وكان صغير وكبر وما الى ذلك. اذا كلمه الرضا على اتساعها كلمه مش مظبوطه ابدا. لازم الشخص الطموح هيبقى ما عندوش شويه رضا عشان كده، لكن عنده الرضا اللي يخليه ماشي في الحياه، وحته العدم الرضا الصغيره دي هي دي اللي بتخليه يقدر ايه يشتغل وينتج وما الى ذلك، بدل ما نقول اصل مرتباتهم قليله، اصل ساعات العمل طويله. ده اللي انا طلعت بيه انه بيمشوا ليه؟ كانوا بيدوهم مرتبات قليله. الرفقه يا اولاد والعلاقات الحميمه لها دور كبير في الحياه. يعني ايه الرفقه؟ واحد خاطب واحده، واحد متجوز واحده، العلاقه دي الكويسه بتساهم كمان في الصحه النفسيه. يعني نجاح العلاقات الزوجيه ونجاح علاقه الرفقه ونجاح العلاقات الحميمه ده جزء مهم جدا في حياتنا، ايضا لها دور في الصحه النفسيه. عندنا بقى مجموعه مصطلحات، خدوا بالكم ان انا يعني بتكلم ان جنرال لانه دي المحاضره الاولانيه اللي انا عايزاكم تعرفوا من كل بستان ورده، وبعدين نقسم مقررنا هيبقى شكله ايه. لكن المصطلحات العامه اللي موجوده عندنا في هذا الكورس مصطلح التكيف اللي هو بنسميه ادابتيشن. عايز اقول لكم المصطلح ده مستعار، يعني احنا واخدينه من عند بتوع البيولوجي، فكره ان الانسان يتكيف مع البيئه اللي حواليه. احنا البيئه اللي احنا عايشين فيها دي مش هي دي البيئه اللي ولدت عليها الارض، يعني في كائنات ماتت، في كائنات انقرضت لان لم تستطع ان تتكيف مع البيئه اللي حواليك. فده مصطلح بيولوجي احنا خدناه استخدمناه في السايكولوجي، ويمكن اللي كله السبق فيه هو بيجي الحقيقه لما اتكلم عن التكيف في الموائمه في علم نفس النمو وفي التطور المعرفي للاطفال. التكيف بمعنى القدرة على اني اعمل تكيف مع المكان اللي انا عايشة فيه، او اعمل تكيف مع العلاقة اللي قدامي، او اعمل تكيف مع المؤسسة اللي بشتغل فيها، او اعمل تكيف مع البيت اللي انا ساكنة فيه. ده نوع من التكيف. ده حتى لانه قليل حضر لكم مثلا، طيب جه على بالي دلوقتي اقوله لكم يقول لكم التكيف. لو حضرتك ماشي من المحاضرة ورايح للقاعة او المدرج الثاني اول مره، لسه اول مره تروح المشوار ده واتكعبلت في حجرايه كده في الطريق، تفتكر انت تاني مره الاسبوع الجاي لو جيت تمشي هتاخد بالك؟ ده اسمه التكيف. لو انا داخل حمام الباب بتاعه قصير هوطي راسي، ده اسمه التكيف. يبقى اذا ده تكيف فيزيقي. لكن انا وانا بتكلم في المنتل هيلث بتكلم عن التكيف النفسي اللي هو قدرتي على الموائمه بيني وبين نفسي، فده تكيف شخصي، وبعدين قدرتي على الموائمه بيني وبين الاخرين ده تكيف اجتماعي. لكن احنا بنستخدم يعني مصطلح التوافق اكتر بكتير من التكيف، لان احنا بنرى ان التوافق هو الادجستمنت، هو التناغم. لما اقول واحده ست وجوزها بيفهموا بعض بالعين، معنى كده ان هم متكيفين جدا ومتوافقين، والعلاقه فيها نوع من التناغم، يعني انا فهمتك قوي وانت فهمتني. الطلبه دول متوافقين مع استاذهم، ده فهموه جدا جدا، وبالتالي في حاله من التوافق بينهم. التوافق ده مش حاجه واحده عشان تبقوا عارفين، عندي توافق بيولوجي وعندي توافق شخصي وعندي توافق اجتماعي. التوافق البيولوجي هو التوافق بين جسمنا كله، لانه انا قلت لكم قبل كده ان في علاقه بين الجسم والعقل، ولسه هنتكلم عن العلاقه بين الجسم والعقل ان شاء الله. هي ان احنا يبقى الشخص فيه توافق بينه وبين جسمه وبين عقله.
لما نقول توافق شخصي بينه وبين نفسه وبينه قادر يعمل نوع من التوافق. اما اقول توافق اجتماعي يعني بيني وبين زملائي، بيني وبين اصدقائي، بيني وبين مرؤوسيني في العمل، ان انا قادر اعمل توافق اجتماعي. تفتكروا في شخص ما عندوش توافق بيولوجي هيقدر يعمل توافق اجتماعي؟ طبعا لا. في شخص ما عندوش توافق شخصي هيقدر يعمل توافق اجتماعي؟ طبعا لا. يبقى اذا التوافق الاجتماعي اعلى درجات التوافق، يعني هو اللي شامل التوافق البيولوجي والتوافق الشخصي وايضا التوافق الاجتماعي. لما نيجي نتكلم عن المصطلح الكبير اللي عندنا اللي هو السواء والمرض، انا لما بتكلم عن صحه نفسيه بتكلم عن سواء ومرض، عايز اقول لكم انه متصل، ها، وكل واحد فيه لينا في موقع، مش كده ولا ايه؟ بس زي ما قلت لكم الناس العاديه، رجل الشارع العادي لما بيقول ده مش مظبوط يبقى بيتكلم عن خلل، عن شخص بيتصرف بطريقه مختلفه عن الاخرين فبيقول عليه مش طبيعي. احنا في العلم بقى بنقول انه الاسوياء هم الاشخاص الذين يتمتعون بقدر من الصحه النفسيه، يعني ما عندهمش اي نوع من الاضطرابات. بس عايز اقول لكم برضو حاجه، ان احنا يا جماعه لما نيجي نقسم هنلاقي في اضطرابات موقفيه وهنلاقي في عصاب وهنلاقي في ذهول، يعني ما عنديش كل حاجه زي بعض. ولو انا عملت صفحه نفسيه لاي بني ادم فينا هنلاقي عنده كل حاجه. عارفين الشريط اللي بتاخدوه ده لما تعملوا رسم قلب ولا سكر ولا اي حاجه ويبقى عامل زي الزجزاج؟ احنا الصفحه النفسيه عامله زي الزجزاج. عندي شويه قلق، طب ما انا قلت لكم من شويه ان عندي قلق دافعي، عندي قلق بيخليني اجي ادرس المحاضره، يبقى انا عندي شويه قلق، لكن قلق مش مرضي، عندي قلق دافعي. عندي شويه اكتئاب، ما طبيعي جدا لو انا فقدت شخص عزيز اكيد هبقى زعلان، يبقى انا عندي شويه. كلنا عندنا كل الاضطرابات لكن كلها بدرجات مختلفه. لكن لما يبقى عندي شخص عنده ثلاث حاجات مثلث عصبي كده، لا ده يبقى مريض، او عنده ثلاث حاجات في الذهان يبقى مريض. ايه الفرق بقى، ها، ما بين الامراض العصبيه، وحفظكم تاني، الامراض العصبيه هي الامراض النفسيه، ما نقولش العصبيه، لو قلنا عصبيه هتبقى غلط، لان عصبيه نيرولوجي، احنا مالناش علاقه بالنيرولوجي، وي ار توكينج، او احنا بنتكلم عن الامراض النفسيه اللي احنا بنسميها نيروز او نيروتيك، والامراض الذهنيه اسمها سايكوزيس. طيب باختصار شديد جدا، طب ايه الفرق بقى؟ الفرق في فرق طبعا. الشخص اللي عنده اي اضطراب نفسي مستبصر، يعني واعي، يعني بيقول انا تعبان عايز اروح للدكتور، مانيش مبسوط، مش مبسوط من نفسي. لكن المريض العقلي لا يمكن، المريض العقلي عاده احنا اللي بنوديه للدكتور. الامراض النفسيه لا علاقه بالانفايرومنت اللي حواليني، انا في شغلي مش مبسوط، انا في مدرستي ما جبتش تقديرات كويسه، كل ده ممكن يخليني مش مبسوط. لكن المريض العقلي لا، مرتبط بالوراثه، والوراثه بتستمر في العائله، يعني ممكن المرض اخده من سابع جد، زي السكيزوفرينيا، زي البايبولر، كل الحاجات دي كلها مرتبطه بالوراثه. اذا اول متغير يميز لي ما بين المرض النفسي والمرض العقلي هو الاستبصار اللي احنا بنسميه الانسايت. تاني متغير وده مهم جدا جدا اللي هو الوراثه. ثالث متغير ان الامراض النفسيه بتتعالج، المرض العقلي صعب علاجه، بيحتاج لمستشفى، بيحتاج لادويه تقريبا مدى الحياه، وهنتكلم عليها لما نيجي نتكلم عن الامراض النفسيه والعقليه، مش محلها دلوقتي، احنا بس بنقول ازاي نميز ما بين المرض النفسي والمرض العقلي. الامراض النفسيه بنعمل لها جلسات زي الارشاد النفسي اللي هنتكلم عليه فيما بعد، اقدر اتعامل معاه، لكن بالنسبه للمرض العقلي بنستخدم احيانا جراحه، بنستخدم الادويه، العقاقير وما الى ذلك. لكن احنا عارفين كويس قوي انه دايما لما بنتكلم عن الامراض العقليه بنتكلم عن الامراض الذهنيه. كان في احصائيه كده يعني او بحث انا قريته برضو من 20 30 سنه بيقول ان الاطفال الصغيرين كمان بيجي لهم اكتئاب، مع اني عايز اقول لكم ان وانا بدرس في الجامعه ما كناش ندرس الاكتئاب عند الاطفال ابدا، نقول الاطفال يجي لهم مخاوف فوبيا لكن ما يجيلوش اكتئاب. لكن من 20 سنه قريت بحث امريكي بيقول انه في 5% من الاطفال عايزين ينتحروا على طول،
خدت التكنيك نفسه وطبقته في مصر على 1000 حالة، ما كانتش قليلة يعني، أطفال من 9 لـ12 في المدارس الحكومية، وطلع لي 5% من الأطفال عندهم اكتئاب و5% يرغبوا ويفكروا في الانتحار. دي طبعا نتيجة تخوف، وأنا فاكرة إن البحث ده تقريبا اتناقش في كل وسائل الإعلام، وما أعرفش الناس بتجيبه إزاي، اتناقش في كل وسائل الإعلام وفي كل الجرايد، وكل ما يحصل كل سنة ألاقيهم بيجيبوا البحث ده تاني، يعني كان بحث غريب الحقيقة ونتائج غريبة وملفتة للنظر إن الأطفال يشعروا بالاكتئاب. وزي ما قلت إحنا طول عمرنا بنقول الأطفال ممكن يعانوا من المخاوف لكن مش من الاكتئاب. كل سنة بيزداد عدد المضطربين، ده برضو إنديكيشن، ده إنديكيتور، ده مؤشر يقول لي إن إحنا نحتاج للخدمة النفسية. يزداد عدد المضطربين، يزداد عدد مدمني المخدرات. ممكن ادمان المخدرات يجي باسباب تانية غير الاسباب النفسيه، لكن الحقيقه ممكن الاسباب النفسيه تلعب دور كبير جدا جدا في انتشار العقاقير والمخدرات، ويحصل نوع من الادكشن وما الى ذلك. وده طبعا خطر شديد جدا يهاجمنا ويهاجم الشباب بالذات. واحنا ليه بنقلق؟ لانه الشباب دول هيشيلوا البلد. احنا عندنا مدمنين او مضطربين او ما الى ذلك، طب مين اللي هيشيل البلد؟ احنا بنعتمد في التنميه وفي التقدم نعتمد على الشباب مش على العواجيز. عدد المجرمين او السايكوباتيين او الكريمينالز بيزيد برضو كل سنه، وده بيدل على انه في اضطرابات نفسيه. لما زي ما قلت لكم نقسم، لازم تاخدوا بالكم من التقسيمه الكبيره جدا اللي هي اضطرابات موقفيه عابره، عصاب، ذهان. دول لازم تاخدوهم كده تحفظوهم كده، انه معظم الناس يعني 70% من الناس عندها اضطرابات عابره او موقفيه، وناس بنسبه اقل عندها عصاب، وناس بنسبه اقل عندها ذهان. فعندنا الثلاثه موجودين علينا ان نتعامل معهم. طيب كمان الكورس بتاعنا ده مرتبط ب مشكلات الحياه، لكن عندنا جزء تاني مرتبط بيه حاجه اسمها الكرايسيس او التروما او الكوارث او الديزاستر او الكاتاستروف. يعني ايه كوارث؟ لما نيجي نتكلم مثلا عن حرب، لما نيجي نتكلم عن الولايات في سوريا، لما نيجي نتكلم عن ليبيا، لما نيجي نتكلم عن اللي حصل في العراق، لما نيجي نتكلم عن قنبله هيروشيما. انتوا متصورين قنبله هيروشيما؟ اتفرجت على فيلم من حوالي 10 سنين كده في مركز الابداع في الاوبرا، واكتشفت انه مازال الاطفال والكبار في اليابان بيخافوا من تاثير ما حدث للقنبله الذريه اللي حصلت في هيروشيما. لحد دلوقتي في ناس مضطربه من هذا. فهذا يعني ان توتر الكوارث ده بيبقى، لكن عايزكم تفهموا حاجه مهمه. طب الكارثه دي حاجه بتيجي للناس كلها. طب كل الناس بتعي؟ لا. طب ليه؟ عشان احنا عندنا فروق فرديه. في ناس بتنهار تروح المستشفيات، وفي احنا الزلزال عندنا في 92. انا فاكره كويس قوي يوم ما حصل الزلزال، ناس راحت حجت، وناس راحت عملت عمره، وناس ما كانتش محجبه اتحجبت، وناس لحد دلوقتي تلنا ومن اصدقائي بياخدوا ادويه من اللي حصل لهم في الزلزال. وفي ناس زي كده زي العفاريت يعني. طيب فاذا هنا ايه بقى؟ هنا في فروق فرديه. عشان كده لما بقول ان يكون بناءك النفسي قوي يبقى تقدر تواجه اذا حصل حاجه زي كده، لان الكارثه دي تحصل للناس كلها مش لشخص معين. ومع ذلك الناس بتستجيب بالانهيار، ها، وناس بتستجيب بقدرتهم على هاو تو ديل، ازاي يتعاملوا مع هذه الكوارث. بيقال على المستوى العلمي انه حتى لما بتحصل كارثه في حاجه اسمها مراحل استجابات التكيفيه، يعني البشر بطبيعتهم بيحاولوا يتكيفوا. بيلاقوا انه 10 او 12% من البشر بيبقوا كويسين برغم ان في كارثه ما بيعيوش، وانه في 20% بيصدروا هلع قاسي جدا او واضح جدا، ولكن غالبيه الناس بعد الكارثه بتبقى حاسه بنوع من التشوش. وده اللي ملاحظينه بعد قنبله هيروشيما اللي دمرت
اليابان لحد دلوقتي في ناس لسه مضطربة، هذه شوف سنين طويلة حصلت، لكن الكوارث تؤثر على العامة أكثر مما تؤثر على إلنا. أيضا يعني قالوا لنا، أو في واحد اسمه هاشيا وصف المظهر ده، قال الناس ما زالت تتحرك كما لو كانت آلات، في حالات من حالات الاكتئاب، في حالات من حالات الاسترجاع. يعني إيه؟ إن كل شوية أقعد أفكر في المصيبة، أقول يوم ما حصلت الكارثة الفلانية، يوم ما حصل الحريق الفلاني، يوم ما حصلت المعركة الفلانية وما إلى ذلك. ده كله بيقول بيأكد لنا إنه الناس اللي بيحصل لها توتر الكوارث بيحتاجون لعلاج حقيقي، احنا بنسميه ريهابليتيشن او بنسميه نوع من التأهيل. يعني ما ينفعش نسمه كده في الدنيا، الناس دول بيحتاجوا نوع من الرعاية. اللي احنا مثلا في 67 عندنا ناس من الضباط ومن الجنود وما الى ذلك ظلوا لسنوات طويلة في ودنهم صوت القذيفة، علشان كده حتى سميناه صدمة القذيفة. يعني هو يجيله زي نايت مير كده، اللي هي بنسميها زي الكوابيس بالليل، يجيله القذيفة دي وهي في ودنه، فده بنسميه اولاد اضطراب ما بعد الصدمة، ده بنسميه بوست تروما، يعني بعد الصدمة بيحصل ايه. باختصار شديد دي المقدمة المنطقية اللي احنا بنتكلم فيها عن الصحة النفسية. يعني ايه صحة نفسية؟ ازاي نميز ما بين المرض النفسي والمرض العقلي؟ هنبتدي ناخد محاضرة كبيرة عن الأمراض النفسية والأمراض العقلية، هنتكلم عن المعوقات بتاعة الصحة، يعني أذا كريكلم، يعني بتكلم عليه كمنهج، يعني هنتكلم عن الحاجات اللي بتسهل الصحة النفسية، وهنتكلم عن المعوقات، هنتكلم عن بعض النظريات نختارها لكم في الشخصية، هنتكلم عن علم النفس الإيجابي بشكل مهم، لأنه الحقيقة طغى على الساحة دلوقتي المفهوم بتاع علم النفس الإيجابي، إن إحنا عايزين الناس تفهم يعني إيه علم النفس إيجابي عشان نزود كفاءتنا في الحياة. هناخد إن شاء الله حاجة في يمكن ثلاث محاضرات في موضوع الإرشاد النفسي، هنتكلم عن الأمراض بإسهاب، ويعني دي بتبقى محاضرة الأمراض النفسية محاضرة كبيرة ودسمة، لأنه صحيح أنتوا مش هتتخرجوا معالجين، لكن أنتوا هتبقوا فاهمين عشان لما تشوفوا الطلبة بتوعكم شكلهم إيه يبقى في نوع. أنا الحقيقة سعيدة لأن ده أول لقاء بلتقي فيه معاكم بمشيئة الله، برضو قبل المحاضرة القادمة سيتصلكم المحاضرة الجاية بمشيئة الله، وأرجو أنكم تحضروا كومنتس، أرجو أنكم تحضروا ديسكشن. صحيح أنا لما أجي لكم يوم الاثنين مش هيكون لسه هكون لسه ما خدتوش الكود، بس أنا أعتقد أنا أقدر أديكم الكود بتاع الـ أقدر أبعته لكم، بس لازم طيب لما ألتقي بيكم هديكم الكود تخشوا على المحاضرة، من فضلكم تحضروا الكومنت، لأن المحاضرة اللي بعدها اللي هقابلكم لايف هتبقى محاضرة بنتكلم فيها عن الأسئلة أو الحاجات اللي انتوا شايفينها صعبة أو بعض الاستفسارات أو بعض وجهات النظر. عايزة محاضرة نشطة، التعلم النشط النهاردة واخد يعني السوق كله، احنا مش عايزين محاضرات خاملة، عايزين محاضرات فاعلة. سنة رابعة اللي قربوا يتخرجوا دول عايزينهم نشوف كده نوع من النشاط في المحاضرة. أستودعكم الله وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بمشيئة الله. شكرا جزيلا.